بسم الله. بعد ما عملنا الاد كانتري بتطلع لي الموديل بتاعنا او الديالوج. الديالوج ده انا عايز بقى احط فيه فورم، عايز احط فيه ايه فورم. الديالوج اللي موجود قدامنا هو عباره عن هيدر اللي انا كاتب فيه التايتل وبادي وفوتر. الفوتر هو اللي فيه الايه، فيه الزراير بتاعه السيف والسيف تشينجز والكلوز. انا هاجي فين؟ هاجي في البادي. البادي ده كان فيه 3 نقط اللي هما كانوا في النص، وادي ايه الفوتر كان فيه السيف تشينجز وكان فيه الكلوز. انا هعمل ايه؟ انا كل عايزه عايز اخد الجزء بتاع البادي والجزء بتاع الفوتر، الاثنين بالنسبه لي بجوه فورم، لان الفورم هتبقى مكونه من الـ من الكنترولز اللي انا بانسرت فيها الداتا بلس الباتنز اللي انا بقى ايه بكليك عليها. فانا عملت ايه التو ديفز الديفتين ايه جوه الفورم. خلاص كويس جدا. هاجي بقى في البادي بتاعي او في الاول في الباتن تحت، هخليه انبوت عادي واخلي التايب بتاعه سبميت، واخلي التايب بتاعه ايه سبميت. اشيل بقى سلاش باتن واحدد ان الفاليو، الفاليو دي يعني القيمه اللي بتكتب على الباتن، اخليها سيف تشينجز عشان يبقى زرار من النوع سبميت. النوع سبميت دي خصوصيه ان هو بيسبميت الفورم، يعني بيوصلها للسيرفر. في الفورم بقى في عندي ميثودز، في عندي جيت وبوست. الجيت ديت ان انا ابعت الداتا على يو ار ال داتا عاديه، اما البوست ان انا ابعت الداتا بشكل مخفي شويه، مش البوست والجيت بتوع الـ بتوع الاي بي اي. اما الاكشن هو اليو ار ال اللي بتاع الاي بي اي اللي هو هيفيرها، اللي هو هيبعت لها الداتا. خلاص فالاكشن ده اهم حاجه عندي. فانا هاخد كوبي ومتحطط اليو ار ال اللي المفترض يعني اول ما اعمل سبميت، اليو ار ال ده هو اللي هيستلم مني الايه، هو اللي هيستلم مني الداتا، او هو الابلكيشن اللي هيشتغل ويبروسيس الداتا دي. جوه الديفايس بقى اللي كانت البادي، عايز اعرض بقى ليبلز وانبوتس وحاجات زي كده عشان يدخل فيها الداتا. طبعا احنا عندنا في شاشه الكانتري كان مفيش بس غير كانتري نيم بس، ففرصه عشان ناخد برضو الايه الشكل البسيط وبعد كده يطلع بشكل ايه متقدم شويه. فانا عملت ليبل، الليبل ده فور كانتري، بمعنى كده ان الاي دي لازم يبقى كانتري للانبوت، كتبت عليه كانتري نيم. وبعد كده عملت انبوت التايب بتاعه تكست، لان الراجل هيكتب تكست عادي جدا. هديله بس كلاس بتاع الفورم كنترول عشان يظبطه لي بشكل الفورم كنترول العاديه بتاعه البوت ستراب. وهديله الاي دي، بحب احط الاي دي في الاول. الاي دي اسمه كانتري، الاي دي اسمه ايه كانتري، لان احنا كنا ظابطين الاي بي اي ان هي بتستلم من كانتري زي ما احنا شايفين، تستلم بالاي دي اللي اسمه ايه كانتري. فلازم يكون الاي دي هنا برضو بتاع الكنترول اسمه كانتري. واحط مثلا بليس هولدر عشان يكتب لي كده كلام بسيط جوه الانبوت، هقول له انتر مثلا كانتري نيم ولا حاجه. خلاص كده اهو هيطلع ده جوه الايه الانبوت دوت. طبعا بنفس الطريقه لو كان عندي بقى الفورم فيها يعني داتا كتير كنت ممكن اعمل واحده واثنين وثلاثه. انا مثلا تخيل ان الكانتري معاها نوتس معاها حاجه، ممكن اخد كوبي من الكانتري انبوت وبالليبل بتاعها واعمل بيست واحط حاجه اسمها نوتس. انا عارف انا مش هبعتها للاي بي اي ما تنشغلش، بس انا عايز اوريك شكل فورم يعني عشان تستوعب الفكره تبقى ماشيه ازاي. فانا عملت حاجه اسمها نوتس على اساس ان انا ببعت يعني كانتري نيم ونوتس، مع اني ما ببعتش نوتس، وعاد سميتها نوتس. وطبعا تحت في الاي دي هسميها برضو نوتس، وكل حاجه زي ما هي الا بس البليس هولدر اللي هيكتب جوه الانبوت تكست. فانتر ايه انتر نوتس مثلا وخلاص سيف. وتعالى نفتح البوبب بتاعت الاد كانتري زي ما احنا شايفين الفورم، ادي الكانتري نيم، ادي الانبوت بتاع الكانتري نيم، وادي النوتس زي ما احنا شايفين. كويس جدا كويس جدا جدا. كان في ممكن نعمل حته كده عشان ابقى اطلع فيها الرساله لما يدوس مثلا سيف، يقول له سيف او يقول له في مشكله او حاجه زي كده. فاعملها في التاج اللي اسمه سمول، التاج اللي اسمه سمول بيعمل تكست بسيط كده، سميته الاي دي بتاعه اسمه ام اس جي، خليك فاكر دوت عشان انا الرد اللي هيجي لي من الاي بي اي هحطه هنا. خلاص اذا كانت اتضافت او ما اتضافتش او في سيف او ما فيش سيف. واعمل لها كلاس وعباره عن فورم تكست متد، يعني هيبقى صغير او صامت يعني كترجمه، لكن هي معناها ان هو بيبقى التكست صغير كده وبياخد لون بسيط خفيف شويه. فده التاج دوت هيعمل بس فيه ايه، انا حاطط لك فيه كده احط لك فيه نقط ولا حاجه عشان يبان، هو يبقى تحت هنا تحت ده على طول. حط فيه مثلا على سبيل المثال 3 نقط اهو زي ما انت شايف كده. فهنا هكتب مسج هتطلع لايه، هتطلع بناء على الكود بتاعنا اشتغل وما اشتغلش.
الكاستمر في ام بقى هو اللي هيبقى فيه الفانكشن اللي بتاخد الداتا وتبعتها للاي بي اي وبتعمل بروسيس بقى وتطلع المسج والكلام ده كله. بس ان شاء الله نشوف الفانكشن دي في الفيديو اللي جاي.